بسم الله. يا شيخ، لدينا مصلى في المسجد في مدرستنا، لكن لا يكفي جميع الطلاب، فيصف يقف الطلاب موازي للإمام، فهل يعتبر الصف الموازي للإمام الصف الأول مع أنه يحدث كل يوم؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، أول صف من الإمام هو الصف الأول، والذين يصفون عن يمينه وشماله لا يكون لهم ثواب الصف الأول، لأن هذا الموقف يعني موقف المأموم عن اليمين والشمال هو من الأمور الجائزة وليس من الأمور المستحبة، فموقف المأموم وراء الإمام هذه السنة لا شك، فإذا اضطروا إلى أن يقف أحد عن يمين وشماله فلهم أن يقفوا، ولكنه لا يعد ذلك الصف الأول. ما هذا يا شيخ كل يوم طيلة السنة؟ ما في مانع، على كل حال الأمر جائز ولله الحمد، ووقوف هؤلاء عن يمين وشماله خير من كونهم ينتظرون حتى يفرى الطائفة الأولى. نعم.